منذ ولادتهم يعيشون حياتهم هنا في قلب البحر. على متن هذا القارب يبيتون، يأكلون، يتزوجون ويموتون أيضاً. يعلمون أولادهم السباحة قبل المشي. إنهم قبائل الباجاو الإندونيسية. تشعر وكأنهم أسماك بشرية. معجزة الباجاو الفسيولوجية هي نوع نادر من التكيف، ليس مع الهواء أو الطعام، بل مع المحيط. تطورت أجسامهم لتتحمل الغوصة لمدة أطول، إذ يعيشون في قوارب في قلب البحر وبيوت قوائمها ترتكز على المياه الساحلية. إنهم جنس بشري من نوع خاص، يحملون جينات مختلفة ترصد حالات تطور البشر الممتدة عبر آلاف السنين. يستطيعون حبس أنفاسهم لمدة تتجاوز 13 دقيقة في عمق يصل إلى 70 متراً، بحثاً عن الطعام وعن مواد يستخدمونها في البيوت والحياة اليومية. قرر متخصصون في علوم الإنسان بجامعة هاواي السفر إلى قرية الباجاو. اصطحبوا معهم جهاز متنقلاً للأشعة بالموجات فوق الصوتية لقياس حجم الطحال لديهم. كانت المفاجأة أن حجمه أكبر 50% من الحجم الطبيعي بفعل تدريبهم على الغوص منذ الصغر. فالطحال الأكبر يمكن أن يضخ المزيد من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، ما يسمح ببقائهم لأطول فترة ممكنة تحت الماء. أحد المتغيرات الوراثية التي تؤثر على حجم الطحال لدى الباجاو يسمى PDA10A، والأشخاص الذين لديهم نسخة واحدة من هذا الجين الطفرة لديهم طحال أكبر من المعتاد، وهو الجين الذي يحمله أهل هذه القبيلة. الروايات حول أصول الباجاو مختلفة، تحكي أسطورة أنهم ينتمون إلى شعب كان يسكن اليابسة، ويحكمهم ملك له ابنة ابتلعها البحر في عاصفة شديدة، فأمر الملك شعبه بالبحث عنها. رحلوا إلى البحر، ولما فشلوا في العثور عليها قرروا البقاء خوفاً من الملك. وتشير رواية أخرى إلى أنهم شعب منع من العيش في الأراضي الماليزية بعد هجرتهم من الفلبين. لكنهم ومع اختلاف روايات أصولهم تبقى حقيقة لا اختلاف عليها، أن حياتهم لا تعرف الطبقية ولا أنظمة الحكم، ولا يتقاتلون لأنهم ليس لديهم ما يقاتلون من أجله. لا يعرفون إلا الماء، ولا يتعلمون إلا الصيد، ولا يصادقون إلا الأسماك، ويعيشون حياة مسالمة.